السلام عليكم. اليوم ماشي متنا ديال الفسيح ان شاء الله، غادي تقدم لكم واحد الساندويتشات على الخفيف بالورق ديال التاكوس. غادي نديرو هنا زويته، من بعد غادي نضيف عليها البصله اللي عندي هنايا، تقريبا واحد ثلاثة بصلات صغيرين اولا جوج كبار. صافي، هنا بعد ما تبلات ليا غادي نضيف عليها واحد الثومه. الثومه هنا الثومه البنات انا قبضتها طحنتها في الطحانه مهرمشه ودرت عليها زويته وديريها في الثلاجه، ما كتوقع لها حتى شي حاجه حسن ما تطلق لكم النباته، لا ما ديريها في الكونجيلاتور غير قدامكم. صافي، هنايا بعد ما ضفت ثومه مع البصله غادي نضيف الدجاج اللي عندي، واحد صدر الدجاج ماشي كبير بزاف، غير متوسط. هنا غادي ندير التوابل ديال الدجاج، كيكون هو هكا. نتوما الا بغيتو غادي ديرو سكينجبير والابزار وشويه ديال الفلفل الاحمر. غادي نزيد معاهم واحد شويه ديال الابزار. التوابل عندي شويه مالحين، غادي نزيد واحد من غيزه المليحه على حسب البصله مسوسه. صافي نشحرهم. صافي، هنايا من بعد ما شحرتهم غادي نضيف الكريمه، واللي ما عندوش الكريمه كيقدر يعوضها بثلاثه ديال المربعات ديال الكيري ويزيد معهم واحد الجغيمه ديال الحليب، ولا غير هما كافيين. انا غادي نزيد الكريمه حيت عندي حق اخر مازال، يعني ماشي درت حق اخر غير حلو. اللي بغات تبن لها بشي شويه ديال الكوزه تقدر ديرها الا ما عندهاش العطريه ديال الدجاج. صافي، هذه هي دابا الكشبه ديالنا واجده. اللي ما عندهاش الكريمات الكريم فريش يعني ديال الطبخ، هاني قلت لكم تعوضها بلا باش كيري او لا كيري. صافي، دابا ها هي دي واجده عندنا. هاني نخليها غير تشمع شويه من لاصوص، وهادي واجده. صافي، غادي نطفى عليها وغادي نخليها تبرد حتى غادي نبرد باش نقطع العجائن ديال التاكوس. صافي، هنايا غادي نقبض هاد الخبز ديال التاكوس، غادي نقطعو هكذا. صافي، حاولوا تبركوا عليه، تكون عندكم شي قطعه بلا بلاستيك بالحديد.
هكذا غادي نقطعو انا كامل ونرجع لكم. صافي هنايا بعد ما قطعتهم ها هما، غادي نقطعو حيده، غادي نجيبو ديك الصلصه اللي طيبنا بعد ما بردات، غادي نديرها هكذا. بحال هاد الشكل هكا، غادي نحطها هنا، غادي نحط هنا كاس وندير هنا كاس، وانا غادا وانا كنصوب حتى غادي تجمع لي كاملة. هانتوما شتو، غادي نستمر انا على هاد الطريقة هادي حتى غادي نكملهم. وانا غادا كندور بحال هاد الشكل ونرجع لكم. صافي هنايا بعد ما كملت الدائرات كلهم، هنا خديت واحد الدائرة صغيرة على حسب المول، غادي نديرها هنا في الوسط باش ما تبقاش هي خاوية. صافي وهنا غادي ندير عليهم الجبن وكلشي على الفران على درجة الحرارة 200، غادي ندخلوهم يتحمروا لينا شوية، ما تجهدوش عليهم غير على المهل. صافي وديك الساعات غادي نخرجوهم. صافي هنايا بعد ما عمرتها كامله بالفرماج، صافي دابا كنكون مسخنه الفران مسبق كندخلها تحمر. صافي هكذا من بعد ما كنخرجها من الفران كتجي على هذا اللوين هذا، ما تحمرهاش بزاف كيذوب ديك الفرماج كتحمر شي شويه. صافي كنتمنى ان لا فيديو يعجبكم. هانتوما شفتوها بعد ما كنهزها، يعني ما كتفك دغيا دغيا لانها ناشفه كتتحمر وكتجي بحال هذا الشكل هذا. كنتمنى تخليولي تعليق وشكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.